هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح. أخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما فلبسه ثم قال لأصحابه رضي الله عنهم: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم رمى به. قال السندي رحمه الله في شرحه على سنن النسائي: قال لعله أنه وقع عليه نظره مرارا متعددا فكره أن يتفرق عليه نظره، بمعنى أنه ينشغل عن أصحابه رضي الله عنهم. وما ورد عند ابن سعد أنه صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ هذا الخاتم من ذهب وأنه كان على المنبر فرمى به فإنه حديث مرسل، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون في هذا الحديث، وهو حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إليكم نظرة وإليه نظرة فرمى به، يدل على أن من السنة النبوية أن لا ينشغل المسلم عن إخوانه الذين هم معه في المجلس بأي شيء من الأشياء، لا بجهاز ولا بجوال ولا بأي غرض من الأغراض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه هو السيد والرئيس لهذا المجلس، مع ذلك أراد أن يبين للصحابة رضي الله عنهم هذه السنة، من أنه لا ينبغي لمسلم أن يتشاغل عن أصحابه في المجالس. وهنا ظهر في مثل هذا الزمن تشاغل الناس في المجالس بهذه الأجهزة، فإن هذه المجالس إنما اجتمع فيها هؤلاء من الأقرباء أو من الأصدقاء أو من شابههم، إنما هو من أجل الحديث والمؤانسة، فإذا انشغل عنهم بهذه الأجهزة فأي فائدة من هذا الاجتماع في هذا المجلس؟ ومن ثم فإن السنة النبوية ألا تنشغل بأي شيء في المجلس. وهذا يجب أن نؤكد ونقرر من أنه يحرص المسلمون على تطبيق هذه السنة، ولا سيما إذا كان في هذا المجلس من هو كبير في السن، والأسوأ من ذلك أن يكون أبا أو أما، وإذا بهؤلاء ينشغلون عن هؤلاء كبار السن. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه بإسناد حسن قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيب المسلم.